أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم تربية الزوجة والأبناء على الزهد في الدنيا والاقتصاد في الملبس والمأكل؟ ما حكم؟ يقول أحسن الله إليكم: ما حكم تربية الزوجة والأبناء على الزهد في الدنيا والاقتصاد في الملبس والمأكل مع عدم التقتير عليهم وإعطاؤهم ما يحتاجون بدون إسراف أو زيادة؟ هذا ما هو تزهيد، هذا بخل. تعطيهم ما يحتاجون، ما يحتاجون تعطيهم إياه، وله بالزهد ترك ما تحتاجه. الزهد ترك الفضول التي لا تحتاج إليها، هذا هو الزهد. أما أنك تترك ما تحتاج إليه تقول هذا من الزهد؟ لا. كذلك أشد من هذا، قتر على أولادك ومن يلزمك نفقتهم تقول هذا الزهد؟ لا، ما هو هذا الزهد، هذا بخل. الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لم يقتروا يعني لم يبخلوا.